لما النيوترال اكسس بتكون تانجنت قطاع، لما النيوترال بلاقي ان الاستريس مثلث كده تمام. النيوترال اكسس اول لما تمس القطاع بلاقي ان شكل الاستريس مثلث، وده كلام منطقي لانها لو دخلت جوه بيبقى عندي مثلثين اللي هو بالمنظر ده كده تمام. يبقى النيوترال اكسس لو تمس الشكل بتاعي فانا عندي مثلث وليس ترابيزيوم وليس مثلثين تمام كده. لو انا عندي النيوترال اكسس بيمس القطاع بتاعي بيمس حرف من القطاع، يعني بيمس كده او كده او كده او كده، فانا هلاقي عندي مثلثات، سواء مثلث على الشمال، مثلث فوق، مثلث على اليمين، مثلث تحت، حلو كده. بس هو مثلث واحد بس وليس ترابيزيوم وليس مثلثين تمام كده. فهمنا القصه دي؟ كله فهم الحته دي؟ ايوه تمام زي الفل يا باشا. ندخل بقى في الايه، في العك بتاع الكور ده. الكور ده درس صعب، ان شاء الله ان شاء الله تفهموه، بس تذاكروا النهارده. لو ما ذاكرتش النهارده في الباي باس ماشي. بص بقى يا سيدي، دلوقتي انا عندي مستطيل. اول حاجه باخد مماسات بتغطي الشكل كله من غير ما مماس يقطع الشكل. يعني هاخد مماس كده اهو افقي، بعد كده تمام، بعد كده هياخد مماس راسي بيمس القطاع وليس بيقطعه تمام، بعد كده هاخد مماس افقي تاني بيمس القطاع وليس بيقطعه. بيقطعه ده اللي هو كده، ان هو بيقطع القطاع، لا انا عايزه يمسه بس اللي هو هنا. بعد كده هروح واخد مماس ثالث او مماس رابع. يبقى انا رسمت مماسات التانجنت دي بتغلف القطاع، يعني القطاع جواها مفيش ولا مماس بيقطع القطاع، حلو كده تمام يا شباب. تمام يا باشمهندس. تمام هعمل ايه؟ هتغطي القطاع من غير ما واحد فيهم يقطعه. ماشي تعالى بقى نشوف هنعمل ايه تاني. تمام تعالى بقى يا سيدي، انا عندي معادله بتقول لك ايه؟ بتقول لك الاي واي تساوي ماينس اي اكس سكوير. ايه الاي اكس سكوير ده؟ حاجه اسمها الريديوس اوف جايريشن. معناه ايه؟ نفس معنى الاي اكس، هو مقاومه القطاع للانحناء حوالين محور معين. لما جتني القطاع حوالين اكس اللي بيقاومني الاي اكس او الريديوس اوف جايريشن حوالين اكس تمام. يبقى الاي واي تمام. ايه الاي واي؟ هقول لك برده الاي واي وهقول لك الاي اكس، بس الاي واي تعرفها ماينس اي اكس سكوير على واي، والاي اكس تساوي ماينس اي واي سكوير على اكس تمام كده. ده لو المماس افقي او راسي، وممكن استخدمها لو المماس مايل. بس لو المماس مايل ممكن استخدم معادله ثانيه، هي دي المعادله الجنرال، حلو كده. دي كده المعادله الجنرال، بس التبسيط بتاعها لو هو خط افقي او راسي هو ده وده تمام. لو هو خط افقي او راسي هستخدم المعادله ديت والمعادله ديت. ايه بقى الاي اكس والاي واي؟ بص بقى يا سيدي، تعال نرسم رسمه كده على الباوربوينت ان شاء الله هتفهموا منها. تمام نفتح بقى الباوربوينت. بص يا سيدي، دلوقتي يا سيدي انا اجيب قطاع اهو مرسوم، ايوه ادي اي اكس اهي، انا رسمهم ما نسيت. ماشي بص يا سيدي، دلوقتي يا سيدي اول حاجه هفرض النيوترال اكسس افقي، حلو كده، بيمس الجزء اللي فوق تمام. تمام يبقى النيوترال اول حاجه النيوترال اكسس ده فوق صح تمام. طب كده انا مع طب كده القطاع عندي عليه مثلث، حلو. يبقى اول حاجه انا كنت بعمل ايه؟ برسم نيوترال اكسس، برسم ابعد خط موازي للنيوترال اكسس اللي هو الايه؟ الخط ده كده اهو تمام. يبقى ده كده الابعد ستريس واقل ستريس تمام كده. العمودي عليهم هو ده الديتم، ده كده الديتم تمام، ده كده الديتم خلاص ماشي. دلوقتي لما النيوترال اكسس فوق ده معناه ان في مومنت، المومنت ده بيعمل ايه؟ بيعمل شد فوق وضغط تحت كده
ثواني اشوف بس خط مكسر ولا حاجة. في مومنت كده يا سيدي اهو. بيضغط تحت وبيشد فوق. خلاص اهو. حلو كده تمام. طب يبقى انا لما النيوترال اكسس بتاعي افقي يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان النورمال متحرك مسافه راسيه اللي هي اي واي. حلو كده تمام. يبقى انا لو النيوترال اكسس بتاعي اتحرك كان افقي، لو النيوترال اكسس بتاعي افقي ده معناه ايه؟ ده معناه ان النورمال فورس بتاعتي متحركه مسافه واي بس. تمام. بحيث لما كده اكن عندي نورمال وام ايه وام اكس. تمام كده اكن عندي نورمال وام اكس. تمام. طب الام اكس كنت بجيبه ازاي؟ هو حاجه في مسافه واي، نورمال في مسافه واي، صح كده؟ تمام. ثواني فاهمين الحته دي؟ ما فهمتهاش صح؟ ما فهمتهاش، عيدها تاني كده والله فكره كده تكون اسهل. قول ليه ما نعملش مثلا، يعني مثلا انت هتعمل برزنتيشن تبعتيه هنا زي ما نورا كده بعت الورق. ايه؟ حد بيكلمني ولا؟ ماشي. ايه بقى الاي اكس والاي واي؟ بص يا سيدي ادي القطاع اهو. تمام ادي قطاع اهو، اجيب لكم قطاع اهو. ادي قطاعه. حلو كده. كده الاي واي لما النيوترال اكسس بيكون افقي بيكون عندي اي واي بس، ولما النيوترال اكسس انا هفهمها لكم برضو يعني في المسائل هفهمها لكم اكتر، بس يعني ايه تبقوا عارفين. دلوقتي انا عندي نيوترال اكسس افقي، يبقى انا عندي مسافه اي واي، يعني النورمال فورس بتبعد مسافه واي. تمام. هي موجودة على الواي اكسس وبتبعد مسافة واي عن السي جي بتاعي او الاكس اكسس بتاعي. حلو كده. دي كده المسافة. ثواني ادي كده، دي كده اي واي. خلاص كده تمام. طب لو هو النيوترال اكسس بتاعي رأسي، ادي النيوترال اكسس بتاعي رأسي، نيوترال اكسس اهو. ادي نيوترال اكسس بتاعي راسي. ماشي. يبقى القوه متحركه مسافه اكس. تمام. يبقى انا عندي ايه اهي، سوري معلش، ما علينا. يبقى انا عندي مسافه اكس اسمها اي اكس. تمام ماشي كده. يبقى انا لو النيوترال اكسس بتاعي راسي يبقى في حاجه اسمها اي واي اكس، لو النيوترال اكسس بتاعي افقي يبقى في مسافه اسمها اي واي. الاي واي دي هي النورمال فورس موجوده على بعد مسافه واي قد ايه، ماشي، من الاوريجن بتاعتي. طب لو هي راسيه يبقى النيوترال، يبقى النورمال فورس متحركه مسافه على اكس اللي هي اي اكس. خلاص كده. نشوف بقى ايه، انتوا مش فاهمين تقريبا. فهمت ولا ما فهمتوش الحته دي؟ انا هحكي لكم بالمسائل بس يعني اعرف ان نيوترال اكسس راسي يبقى في اي اكس، النيوترال اكسس افقي يبقى في مسافه اي واي. تمام كده. الاي واي تمام كده. النورمال موجود على الواي مسافه يعني يبعد عن الاوريجن مسافه واي بس. النورمال بيبعد مسافه اكس على، صح كده؟ فاهمين الحته دي؟
تمام تعالى بقى نخش تمام تمام المسائل، بنحل مسألة وإن شاء الله هتفهموها كلها يعني. ماشي إن شاء الله. تمام يلا نفتح بقى الشير على إيه. تمام، يبقى أنا دلوقتي لو عندي المماس أفقي، أنا الماي اي ماينس اي اكس سكوير على واي، واسمه ده والاي اكس بتاعتي تطلع زيرو. تمام، هقولها لكم ازاي برضه يعني، هيبقى عندي اي واي بس لو المماس افقي، لو المماس راسي هيطلع لي اي اكس بس. تعالى بقى نشوف، انتوا كلكم سامعيني وشايفيني ولا ايه؟ ماشي ايوه تمام سامعين. خلاص، يبقى اول حاجه هنفرض مماسات بتغطي القطاع كله. ماشي، ففرضت مماس افقي واحد رقم واحد، وخط تاني رأسي رقم اتنين، وخط افقي تالت رقم تلاتة، وخط رقم اربعة. حلو كده، المماسات بتمس القطاع ما بتقطعوش وبتغلف القطاع، يعني القطاع كله جواها. تمام كده، تمام. بالنسبة بقى للخط الاولاني، هشتغل على الخط الاولاني بس. تمام، الـ EX تساوي ماينس اي واي سكوير على اكس. تمام، سؤال بقى، النيوترال اكسس ده معادلته ايه؟ لو هو خط افقي مش معادلته واي تساوي رقم؟ طب هل الخط النيوترال اكسس ده عمره هيقطع الاكس اكسس؟ هيقطعها ان شاء الله في الملا نهايه. تمام، يعني عند اكس تساوي ملا نهايه النيوترال اكسس بيقطع الاكس اكسس، صح؟ يعني عند اكس تساوي ملا نهايه. طب النيوترال اكسس بيقطع محور واي فين؟ بيقطعه عند واي تساوي النقطه ديت، صح كده؟ يبقى ات واي تساوي 35، القطاع ده 70 في 25 ففوق 35، يبقى القطاع عند واي تساوي 35 بيقطع الواي اكسس، والنيوترال اكسس عند اكس تساوي ما لا نهايه في البعيد قوي بيقطع الاكس اكسس. تمام، تعال نعوض في الاي اكس والاي واي. الاي واي الاي اكس ماينس اي واي سكوير على اكس. تمام، الاي واي جبتها. تمام، هجيبهم ازاي؟ هروح جايب الاي اكس والاي واي للقطاع، الاي اكس الموازي في العمودي تكعيب على ال 12، والاي واي الموازي اللي هو 70 في 25 باور 3 على ال 12، وهجيب الاريا، هقسم الاي اكس على الاريا هي الاي اكس سكوير، والاي واي على الاريا هي الاي واي سكوير. انا محتاج الاي اكس سكوير والاي واي سكوير، مش الاي اكس اللي هي سكوير روت ولا الاي واي اللي هي سكوير روت، انا عايزهم الاثنين سكوير. خلاص، يبقى الاي اكس ماينس اي واي سكوير على اكس. اي رقم على انفينيتي زيرو، اي رقم على انفينيتي، وده اللي انا لسه قايله لكم، اي خط افقي يبقى النورمال بتبعد مسافه واي. نجيبها ازاي؟ الاي واي تساوي ماينس اي اكس سكوير على واي. تمام، اعوض بالواي اللي هو نيوترال اكسس بيقطع محور واي فين؟ عند واي تساوي الرقم ده اللي هو بوزيتيف 35. تعال نشوف بقى انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. اللي مش فاهم يقول لي، انا هعيد اربع مرات الكلام ده. تمام ولا ايه؟ تمام. يبقى بقول ايه، النيوترال اكسس بيقطع محور واي فين وبيقطع محور اكس فين؟ لو هو خط افقي يبقى ما بيقطعش الاكس اكسس، لو هو وبيقطع محور واي، لو هو خط راسي يبقى ما بيقطعش الواي اكسس وبيقطع اكس في نقطه، صح كده؟ كله تمام؟ تمام فل. تمام يا باشمهندس، تمام زي الفل. تعالى بقى نكمل الخط الثاني. هو الخط الثاني ده خط راسي، تمام، معادلته ايه؟ و اكس تساوي ماينس 12 ونص، يعني نيوترال اكسس ده كده نيوترال اكسس بيقطع محور واي فين؟ في الملا نهايه لانه موازي لمحور واي، وبيقطع اكس فين؟ في اكس تساوي ماينس 12 ونص. اروح معوض في المعادله، اكس تساوي ماينس 12 ونص واي تساوي ملا نهايه، يطلع لك ايه؟ ان الاي اكس برقم والاي واي برقم. طب ما انا عارف، انا عارف ان الاي واي طالما النيوترال اكسس خط راسي يبقى النورمال فورس بتبعد مسافه افقيه، مسافه عموديه عليه. تمام، هقول لك على حاجه برضو، انتوا مش ملاحظين ان لما كان النيوترال اكسس معادلته بوزيتيف طلع لي الاي بس كده، طلع لي الاي واي بايه؟ بالنيجاتيف، وده كلام منطقي. لما انا كنت حاطط النورمال فورس هنا، تمام، ده معناه ايه؟ ان المثلث اللي هيتكون كده هيتكون لي مثلث، المثلث اللي هيتكون كده، تمام، يعني النيوترال اكسس فوق، ده لما القوه بتبعد مسافه اي واي تحت. حلو كده، يعني من الاخر عايز اقول لك ايه، لو النيوترال اكسس الواي بتاعته بنيجاتيف هلاقي ان الاي واي ببوزيتيف. طب لو الاي واي ببوزيتيف، لو الواي ببوزيتيف يطلع لك الاي واي بنيجاتيف، وده اللي حصل هنا، الواي ب 35 طلع لي ان الاي واي بماينس 11 و6، وده كلام منطقي. ماشي،
تمام. بالنسبة للإكس اللي هو الخط التاني، الإكس بتاعته كانت بكام؟ بماينس 12.5، يبقى ما أنا مغمض الـ إكس هتطلع لي رقم بوزيتيف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مين؟ تمام زي الفل. طب يا سيدي لو بالنسبة للخط الأولاني مش هو هو شبه معادلته شبه الخط التاني بس الثالث الواي بتاعته ماينس، مش الخط رقم 3 الواي بتاعته ماينس 35 والاكس تساوي ما لا نهايه؟ تمام. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الاي اكس قصدي الاي واي للخط الاولاني هي هي الاي واي بتاع الخط الثالث بس بالاشاره العكس. بالاشاره العكس زي الفل. فنبص بقى على الخط الثالث، الخط الثالث از لاين 2 but with opposite direction. تمام. والخط الرابع as line 2 but with opposite direction. يعني ايه؟ يعني ال e x الخط الثالث ده خط افقي، يبقى ال e y ال e y تساوي هناك كانت نيجاتيف، يبقى عندي هتطلع 11.67 روم السيمتري. طب وال e x بزيرو. تمام ماشي. طب بالنسبة لللاين الرابع، اهو اللاين الرابع، اللاين الرابع يعني زي اللاين التاني. ليه؟ لان معادلته اكس تساوي بوزيتيف 12.5. عايز تعوض في المعادلات عوض، بس انا بقول لك حاجات تبسط عليك. اكس تساوي 12.5 وواي تساوي ما لا نهاية، فهيطلع لك الاي اكس بماينس، يبقى الاي اكس اي اكس ايكوال ماينس 0.18 والاي واي ايكوال 0. تمام يا شباب؟ تمام كده؟ تمام تمام كده زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنرسم بقى الكور. انا عايز اعمل ايه؟ ارسم الكور. تمام. بص بقى يا سيدي، دول كده نقطه احداثياتها 0 وماينس 11.67 ماشي، يبقى 0.1 من الخط الاولاني اللي طلعتها من الخط الاولاني تساوي كام؟ 0 كوما ناقص 11.67. تمام ماشي. تمام تمام. طب بالنسبه للخط الثاني النقطه بتاعته 0.2 تساوي ناقص لا بوزيتيف 4.168 وكوما 0. تمام. خلاص. الخط الثالث الاحداثيات بتاعته كام؟ 0.3 احداثياتها الاي اكس والاي واي اللي هي 4 اللي هي اسف 0 كوما ماينس 11 بوزيتيف 0 كوما 11.67. كده راحت فين؟ ماشي معلش. تمام. طب النقطة الرابعة اهي، ادي النقطة الرابعة 0.4 تساوي ناقص 4.168 كوما 0. يا باشا بقى عندي اربع نقط اروح راسمهم. طبعا الرسمه تو سكيل، يبقى هروح اعمل ايه؟ اروح راسم المستطيل تاني حلو، واوقع فيه 0.1 0.2 0.3 0.4. طب اوصل لينير ولا اوصل كيرفد ولا اوصل ايه؟ تمام. بص يا سيدي، طالما كل خطوط مستقيمه، الشكل كله خطوط مستقيمة، يبقى التوصيل كله خطوط مستقيمة. طب لو الشكل فيه جزء دايرة كده ولا حاجة، هنا مثلا كده في جزء مثلا حتة من دايرة ولا حاجة، يعني ده كده ربع دايرة، معلش مش عارف ارسمها، دي ربع دايرة مش دايرة ماشي، يعني ربع دايرة واصلة كده، فهروح موصل الجزء ده كيرفد اللي قصاده، الجزء اللي قصاده هيبقى كيرفد
تمام بايدك طبعا ولا برجل ولا بتاع، بايدك يا باشا. تمام تعال نشوف انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. ايه الاخبار؟ تمام يا باشمهندس زي الفل كله فاهم. تمام تعال بقى ندخل في مساله من المسائل المقرفه الصعبه ان شاء الله فهمتوها، يبقى انتوا كده هتدوسوا في اي حاجه اسمها كور، ولا في بعبع الكور ولا في اي حاجه، ان شاء الله كله سهل ان شاء الله. تمام تكملوا ولا تاخدوا بريك 5 دقايق نصلي ولا حاجه؟ اللي عايز يصلي ماشي يا حمد ماشي خلاص بريك 5 دقايق، اللي عايز ياخد ميه اللي عايز يعمل اي حاجه ونيجي تاني 5 دقايق ماشي ان شاء الله. ماشي يلا 5 دقايق بقى ماشي، هروح اصلي وجاي. ده شكل هو هرسمه لك. تمام بيقول لك ارسم له الكور، حلو كده. عشان ارسم الكور محتاج ايه؟ محتاج كل حاجه. تمام هو الرسمه دي برضه ثواني بس اشوف السؤال ده كان عايز ايه. تمام تعال نشوف السؤال ده كان في كتاب دكتور متولي. انا حاطط لكم الشيت في يعني في الاول حاطط لكم الشيتات ماشي عشان ما تتوهوش، ومعلم لكم على المسائل فين بقى فين. درو كور فين؟ المثال ده كان فين؟ ايوه اهو المثال اهو اهو اللي هو على الشمال 12 واحد بيقول لك ايه؟ ارسم لي الكور. تمام؟ ماشي. طب دلوقتي انا عايز ارسم الكور اروح اعمل ايه؟ لازم عشان ارسم الكور ثواني بس كده بص بقى يا سيدي. دلوقتي انا عايز ارسم الكور، يبقى عشان ارسم الكور انا عندي معادله اسمها اي اكس بتقول لك ماينس اي واي سكوير على ايه؟ على المسافه اكس. تمام والاي واي ماينس اي اكس سكوير على المسافه واي. حلو يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج الاي اكس ومحتاج الاي واي ومحتاج الاريا. تمام كده يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ هروح جايب السنترويد بتاع الشكل، ومن السنترويد بتاع الشكل هروح جايب البروبرتيز بتاع الشكل اللي هي الاي اكس والاي واي والاريا. تمام كده بعد ما جبت دول اقدر اشتغل في الكون. حلو كده ماشي. اول حاجه يا باشا الشكل عندي سيمتري. تمام يعني الاي اكس واي بزيرو. تمام كده ليه؟ ليه بقول الكلمه دي؟ لان لو الشكل سيمتري بتهيألي عليكم تمام المعادله اساسا اللي انا قايلها لكم اي اكس واي واي دي غلط اساسا. انا جايبها من ان الاستريس بتاعي ان على الاريا بلس ام اكس على اي اكس في واي بلس ام واي على اي واي في اكس. انا مستنتج المعادله بتاعه الاي اكس والاي واي من المعادله ديت اللي هي اساسا الفرضيه بتاعتها ايه؟ ان الاي اكس واي بزيرو او في سيمتري حوالين اكس او واي او اي من الاثنين. حلو كده؟ ماشي يبقى اول حاجه هروح اعملها هروح جايب الواي ايه؟ سؤال صغير، هي لو ما كانش سيمتري هنستخدم الجنرال ايكويشن صح؟ انتوا خدتوا الجنرال ايكويشن؟ اه هو قال لكم عليكم؟ هو كان موجوده في ورق المحاضرات بس انتوا انا ما اعتقدش ان انتوا عليكم كور لحاجه زي كده، بس انا هكلمه، انا هكلم دكتور احمد فادي وهقول له هساله اذا كانت مش عليكم، بس هي بنسبه 99% هي مش عليكم لان الكور هيبقى صعب جدا، المعادله بتاعت اي اكس واي واي مش هتنفع. هيبقى عندي معادله طويله وهستنتج منها، لا غالبا مش عليكم، انا هتاكد منه خلاص. تمام يا باشمهندس. ماشي يا شباب، يبقى اول حاجه هروح احسب الواي سي. احسبها ازاي؟ هروح مقسم القطاع بتاعي لاريا واحد اريا اثنين اريا ثلاثه، مجموعهم هو الاريا توتال اللي انا محتاجها. تمام
الاريا واحد عباره عن ايه؟ واحد في نص. الاريا 2 عباره عن ايه؟ 2 في نص. الاريا 3 عباره عن ايه؟ 3 في نص. يعني بيبقى الاريا توتال ب 3 متر. تمام. يبقى الواي سي عباره عن ايه؟ الاريا 3 مضروبه في ربع اللي هي النص على الاثنين، بلس الاريا 2 مضروبه في نص زائد نص على الاثنين اللي هي 0.75، بلس الاريا 1 مضروبه في كام؟ اللي هي 1 وربع. تمام. يطلع لي الواي سي بكام؟ 0.92. عند الواي سي هروح حاسب الاي اكس اللي هي عباره عن ايه؟ الاي اكس بتاع كل شكل، وبعد كده انقله عند السي جي اللي هو الموازي في العمود التكعيب على 12 زائد الاريا بتاعته اللي هي نص، ده الشكل رقم 3 مضروب في الواي سي ناقص الواي بتاعته. تمام؟ ماشي. وبعد كده الشكل الثاني، خد بالك انا بجيب الواي سي منين؟ اهي ادي الواي سي اهي. تمام؟ طب الواي بتاعته منين؟ النص ادي الواي بتاعتها. والواحد ادي الواي بتاعتها. والواحد ونص ادي الواي بتاعتها. تمام؟ فده ناقص ده وده ناقص ده وده ناقص ده، خلاص؟ هيطلع لي الاي اكس برقم، الاي واي هتلاقي ان مفيش نقل محاول موازي في العمود التكعيب الموازي في العمود التكعيب على 12. خلاص؟ هيطلع كده جبت الاي اكس والاي واي. تمام؟ طب قسمت سكوير، ما حدش سكوير روت، ماشي؟ الاي واي اي واي سكوير على اريا. تمام؟ كده جبت الاي اكس سكوير والاي واي سكوير. عشان ارسم الكور اول حاجه هرسم مماسات، حاجات بتمس القطاع وبتغطيه، يعني القطاع يكون جواه مفيش مماس يقطع القطاع. ماشي. تعالى بقى نشوف ايه المماسات اللي تمس القطاع من غير ما تقطعه. ماشي. اول حاجه هروح راسم المماس ده حاجه افقيه. تمام كده يا شباب؟ بعد كده هروح ماسم مماس راسي، هيروح ماشي كده بيمس الايدج دي. خلاص كده؟ طب تمام. هل ينفع بقى واحد يقول لي هاخد مماس افقي؟ هقول له يا جدع المقاس الافقي ده بيقطع القطاع، يعني في جزء عليه شد، في بارت شد وبارت ضغط، يبقى نيوترال اكسس ما بيمسش القطاع. يبقى الكلام ده غلط، لازم اي حاجه اي نيوترال اكسس بيمس القطاع ولا يقطعه. خلاص كده فهمنا؟ يبقى النيوترال اكسس اللي انا رسمته ده ما ينفعش، الافقي ده ما ينفعش. تمام. لازم كل التانجنت تتسلم بعض، لازم كل التانجنت تتسلم بعض. تمام. طب انا هرسم نيوترال اكسس افقي تحت اهو، وهروح راسم نيوترال اكسس ايه اهو. تمام. دول مش كفايه يا باشا، ليه؟ شايف النقطه دي؟ سلمت النقطة دي، يعني النقطة دي موجودة على الشكل وموجودة على الاثنين نيوترال اكسس. تمام. طب النقطة دي موجودة على الاثنين نيوترال اكسس بس مش موجودة على الشكل، يبقى مش صح. يبقى انا لازم اعمل لينك ما بينهم. معلش ثانية واحدة بس كده، لازم اعمل لينك ما بينهم. اعمل لينك ما بينهم ازاي؟ اروح راسم نيوترال اكسس مايل كده. تمام. بيعمل ايه النيوترال اكسس ده؟ التقاطع مع النيوترال اكسس الراسي والمايل بيتقاطع على الشكل. النقطه دي النيوترال اكسس، النيوترال اكسس المايل والنيوترال اكسس الافقي بيتقاطعوا على الشكل في النقطه دي. يبقى كده النيوترال اكسس بتسلم بعضها على الشكل، والنيوترال اكسس